مشاهدينا خلونا نذهب مع وقفتنا الثالثة من زوايا المراسلين، وأكيد هذه المرة مع زميلنا علي الشريف من مشعر منى. يسعد صباحك علي، وأكيد هناك تفاصيل عن رفع طاقة شركات الاتصالات لأعلى درجات مع استقبال هذا الكم من الزوار والحجاج، ما هي التفاصيل؟ يسعد صباحك كريم. يعني بالفعل احنا لو اخذنا هذه المساله بحسبه وحساب زي ما يقولون عندنا باللهجه البلدي، المنطقه اللي احنا فيها هذه تقريبا راح تستضيف اكثر من 1.5 مليون حاج، فخلينا نتخيل الكم الهائل من اعداد البشر، وخصوصا انه احنا في فتره اتصالات والانترنت شيء ضروري في هذا، سواء للجهات او للحجاج، فكم هائل من البيانات راح تحتاج هذه المنطقه. وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات في جولاتها الاخيره واستعدادات الاخيره في المنطقه مع الشركات صرحت على ان هنا في هذه المنطقه اللي احنا فيها اكثر من 6000 نقطه شبكه، نتكلم على 4000 منها مدعم بالفايف جي، اكثر من سرعات الانترنت تصل الى اكثر من 300 ميجا وات، ايضا اعداد العاملين في هذه المنطقه يتجاوز ال 2000 موظف يعملون على مدار الساعه لضمان وصول الانترنت والاتصالات بشكل يسير وسهل للمتواجدين هنا في هذه المنطقه. ايضا هناك يعني عدد من شركات الاتصالات من جانب آخر وزعت مندوبيها وأطقمها في المنطقة، سواء الأطقم الفنية وأيضا الأطقم المبيعات يسهلون الوصول للحجاج في مقار سكنهم. المنطقة يعني بشكل عام يعني زي ما تشوفون في الصورة خلية نحل متواصلة تعمل على مدار الساعة، كافة الجهات يعني تسابق الزمن لإنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج هنا في مشعر منى. نعم، شكرا لك، يديك العافية علي الشريف، شكرا لوجودك معنا هذا الصباح من مشعر منى.